الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب الخير جميعا. البروجكت الثاني، التطبيق الثاني من جافا سكريبت، هيكون برضه برنامج سيمبل بسيط محكال سيميوليتور لكالكيوليتور بسيطة خالص، بتقوم بأربع عمليات: الاد والسبتراكت والمالتيبلاي والديفيجن على رقمين اثنين ورقمين اثنين بس. كل الفكرة بسيطة خالص، لو ضغطت مثلا خمسة وخمسة واخترت من الليست بوكس ديت مثلا اد وعملت كالكيوليتور هتظهر لك الناتج 10، مثلا غيرت وخليتها سبتراكت الناتج هيطلع صفر، مالتيبلاي 25 وديفيجن هيطلع واحد وهكذا. ده المشروع اللي احنا ان شاء الله باذن الله بصدد الحديث عنه، او هنحاول ان شاء الله باذن الله ننفذه. انا هشتغل على نفس الارضيه بتاعت المره اللي فاتت، معايا سكيلتون جريد سيستم ومعايا فاونديشن فريم ورك، الاثنين دول هشغلهم مع بعض. حتى يعني انا هفضي بس اكواد الجافا سكريبت اللي موجوده في الفانكشنز، ثاني يعني الفانكشن بتاعي كده بقت فاضيه تمام، وهرجع لملف الاندكس HTML مش هخلي فيه اي شيء غير الكونتينر، الديفيجن بتاع الكونتينر بس، وهنحاول نبني كل شيء ان شاء الله باذن الله مع بعض في التوتوريال ده تمام. كده الملف ابلكيشن مفيش غير ماي فانكشن اللي هديها للبوتن بتاع الكالكيوليت، طبعا هي فيديو بلوكي خلاص، والاب دوت سي اس اس مفيش غير الكونتينر واخد مارجن 150 بكسل، الكونتينر دوت لو ديفيجن كونتينر واخد مارجن 150 بكسل من فوق تمام، مديله مارجن توب 150 بكسل، ده لو انت عايز تحطها براحتك، انا مش هستخدم ستايلات فيها، انا كل قصه بس بحاول احكي جافا سكريبت تمام. اوكي فايه، هبدا بشكل مباشر باني ابني الديفيجن الاولاني، هبدا في الاستراكشر يا جماعه تمام. معايا كام صف، معايا مجموعه من الصفوف المختلفه، ده اول ديفيجن هياخد الكلاس رو تمام، يبقى ده الصف الاولاني اللي هيكتب فيه اليوزر الرقم الاولاني، وده الصف الثاني اللي هيكتب فيه اليوزر الرقم الثاني، ده الصف الثالث اللي هيختار فيه اليوزر العمليات، وده الصف الرابع اللي هيكون فيه الزرار تمام، وده الصف الخامس، انا اسف ادي كنترول سي كنترول في، وده الصف الخامس اللي هيكون فيه النتيجه تمام. كده يبقى انا معايا خمس صفوف، كل صف هياخد ايه؟ هياخد 12 كولوم عرض مثلا تمام. فهبدا على ايه؟ جوه الديف ده ماشي مش مشكله، هبدا جوه الديف ده بديف تاني علشان احدد بقى مين؟ علشان احدد الكولومز، انا حددت هنا رو، فهبتدي احدد الكولومز، كلاس ايكوال تو بيساوي، وعلى مين؟ على 12 بقى يا جماعه، على 12 زي ما خلينا على المثال، يعني القصه برضو مش في التصميم، كل القصه بس ان انا بنحاول نحاكي تمام، فكلهم هيمشوا ان شاء الله باذن الله على 12 تمام. ماشي خلينا نبدا بس بواحد واحد، ال 12 ال 12 الاولاني ده هيكون في ايه يا جماعه؟ هيكون في انبوت تمام، رايت اللي هو اليوزر هيدخل له الرقم الاولاني، فهنبدا بشكل مباشر طيب على طول، وهنمشي على نفس الاليه بتاعت المره اللي فاتت بان احنا هنشتغل على ارقام لان المشروع كالكيوليتور نمبر، وده طبعا هاخد اي دي، الاي دي مهم جدا عشان هعدي عليه، وهديله نمبر، ده نمبر 1 للدلاله على ان هو الرقم الاولاني، يعني بحاول اخلي الفاريبلز بتوعي زي ايه؟ وظيفيين شويه، وهنقول له بليس هولدر، ونقول له مثلا فيها انتر فيرست نمبر مثلا، لو انا عملت كنترول اس حاولت اشوف ادي انتر فيرست نمبر على الخانه الاولانيه، ماشي جميل خالص. ناخد الرو، انا معايا الرو يعني خلاص، هناخد الديفيجن اللي جوه الرو بكنترول سي و كنترول في بقى على 12 و طيب نمبر برضه ده هياخد بس نمبر 2، وهنقول له بدل فيرست خليها سكند نمبر تمام، وهنا انتر هنعمل برضه بيست على 12 كرام، المره دي مش هتكون انبوت، المره دي هتكون ايه؟ ادي اول ما شفت انت، المره دي هتكون ايه يا جماعه؟ هتكون عباره عن سيلكت، فماشي ادي سيلكت، نفتح ونقفل السلكشن منيو ديت، اهم حاجه فيها بيكون الاي دي، يعني انا عشان برضه نعطي عليها اي دي ايكوال تو، هسميها اوبريشنز يا جماعه، اوبريشنز، الاوبريشنز اللي هي الداله العلامات الحسابيه يعني تمام، هيكون فيها اوبشنز اربعه بعدد مين؟ بعدد العمليات اللي انا عايزها، اوبريشن ايه اوبشن
تمام، هيكون فيها اربع اوبشنز. تمام. طبعا انا هشتغل على الفاليو، لان ايه؟ لان في الجافا سكريبت هنوي انادي على الفاليو. تمام، فاقول مثلا ديت هتاخد كنترول زائد، يعني انا هعمل كنترول سي في 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 الزائد ديت مثلا هتبقى اد اجمع الفاليو ناقص، لان يا جماعه ما استخدمت فاليو لاني ناوي اقول هي عارفها، انا ناوي انادي على الاوبريشن اللي قيمتها مثلا ناقص، هتجري لي مثلا عمليه السبتراكت كده سبتراكت. اصل الكالكوليتر ليها افكار جدا كتير ومختلفه، وانت براحتك يعني، بس انا هاخد الاسهل فيهم يعني. مالتيبلاي، وبالاخير هناخد الديفيجن. تمام كده، كده انا معايا الاربع عمليات بالفاليوهات بتاعتهم. لو انا عملت كنترول اس هشوف التصميم. تمام، الامور ماشيه بشكل كويس. نيجي هنا الرو دايت هيكون في البطن. ماشي اوكي، ما في مشكله. نعمل كنترول بي برضو، انا اسف كنترول زد، المفروض اني انسخ حاجه من ال 12 دول. ماشي، ده كنترول سي كنترول في، ده انبوت مش هيكون، هيكون بوتون بقى. انا مش عايز دي اي دي طبعا. المهم في الموضوع بتاع الانبوت بوتون ده هيكون لي فاليو، صح؟ هيكون لي فاليو، فاليو نكتب له فيها مثلا كالكيوليت. طبعا اهم حاجه في القصه دي بتكون كالكيوليت الانكليك الايفنت يا جماعه، لان ده البوتون اللي هيشغلنا ان شاء الله باذن الله الفانكشن الانكليك. وهنشغله my function، اسم الفانكشن ايه بتاعتنا يعني بسيطه، وخلينا نحط له الرسم مثلا صنفر عشان يجي في النص. hold tab and enter، نرجع شويه صنفر تقريبا كده المفروض يكون في النص. تمام، وبالاخير معايا الرول الاخير ده احط فيه برضه ايه كنترول في 12. انا مش هحط فيه يعني، ماشي. ده اللي هيبقى خاص بالريزلت يا جماعه. تمام، انا هاخد السنتر ومش هاخد البوتن، انا هاخد السنتر او البوتن ده انا ايه هحذفه خالص. انا هخلي ايه اتش 1 زي ما انا كنت شغال المره اللي فاتت كده. الاتش 1 بينزل اللي بيخلي النتيجه يعني واضحه شويه. تمام، حط في مثلا كلمه ريزلت فور تيست دلوقتي، وهدي له اي دي برده بالقيمه او بالعمليه اللي هو هيمشي عليها، اللي هي بتكون برده ايه ريزلت، عشان لما اجي اظهر النتيجه اظهر النتيجه فيها. بس ده بالنسبه للانفراستراكشر او الاستراكشر بتاعي اللي هو الكور ملف الاتش تي ام ال. تمام، التصميم صح طبعا ما فيهوش اي شيء. كل الفكره في اني يا جماعه بسيطه، الانبوت الاولاني انا هشيله في متغير. تمام كده، جميل. فبالتالي اي قيمه هتتحط انا ادي على مين؟ على قيمته. الانبوت الثاني هشيله في متغير ثاني، اي قيمه بتتحط انا ادي على قيمته. تمام، في متغير ثالث هشيل فيه القيمه بتاعت الاوبريشن زائد ناقص وكده. تمام، وبعدين ابتدي استخدم جمله الشرط، اقول والله لما تكون الاوبريشن مثلا قيمتها زائد اجمع لي الاثنين انبوت، ها ناقص اطرح كده يعني. دي الفكره بمنتهى البساطه. تمام، خلونا برضو ننسخ ماي فانكشن علشان ما يكونش فيها اخطاء او كده. دي كنترول في، نبدا بتعريف المتغيرات بتاعتنا. البرنامج سهل جدا ما فيهوش اي شيء يا جماعه. هنبدا بالمتغير الاولاني، هسميه اسامي وظيفيه نمبر 1، لاني تقريبا برضو هو واخد الاي دي نمبر 1. تمام، يبقى المتغير الاولاني ده هنادي هقول ايه بالظبط كده. انت فهمتني يا مستند دوك، انا عايز ايه جيت اليمنت واي اي دي. انا واي دي اللي هو هياخد مين يا جماعه؟ هياخد الاي دي اللي هو واخد نمبر 1، عايز منه ايه الاي دي اللي واخد نمبر 1 دوت فاليو انا عايز قيمته. تمام، وانا اخد كنترول سي مرتين تاني، ادات الفاريبل التاني هياخد 2 نمبر 2. التالت بقى برضه نشوف مسمينه احنا ايه، كنا مسمينه اوبريشنز، هنخليه برضه على على نفس الاسم اوبريشنز دوت فاليو. انا كده ايه عرفت اطلع الثلاث قيم بتوعي. تمام، انا مش عايز اي شيء تاني غير بس جمله الشرط. تمام، هتقول له اف، والبرنامج برضه بسيط خالص يعني يا جماعه. تمام، اف عايز ايه بقى في جمله الشرط؟ لا والله لما تكون الايه الاوبريشنز اللي هي العمليه. تمام، مالها ايكوال تو بتساوي مين؟ ما انت مثلا زائد، انت ليك الحاجه في انك تستخدم زائد ليه؟ لان دي بتساوي قيمه، لان الاوبريشنز انت اساسا عرفتها بانك ايه
فاليو بتاعتها. فايه انت مدي مثلا اوبريشنز اللي الفاليو بتاعتها زائد ها هتعمل لك حاجه تمام كده. فبالتالي ايه لما الاوبريشن تكون زائد ابتدي ينفذ لي حاجه معينه. اول حاجه اللي هينفذها ان هو يعمل ايه، فهمتني؟ انت هينادي على الاتش واحد ويقول له ايه اكتب لي ايه حصل الجمع الاول والثاني. بس ده الفكره يا جماعه. فهيبقى ايه هنادي على مين، على دوكيومنت، دوكيومنت دوت جيت برضو element by id اللي هو كان ايه يا جماعه، هنادي على element اللي هيظهر اللي هو result النتيجه تمام. عايز تظهر دوت انر، عرفت انت الفكره، انر اتش تي ام ال جت ايكوال تو، هتخليها تساوي مين، حاصل جمع نمبر واحد ايكوال تو نمبر اثنين اللي هو الاثنين انبوتس دول اللي هو حاطهم لك. بس ده اول ما اكرر نفس العمليه يعني انا مش هتعب نفسي، البرنامج جدا سهل وجدا بسيط. طب انت 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 اربع مرات، مره مع الناقص وهتكون العمليه ناقص، مره مع الاشبكت وهتكون العمليه دار، ومره مع الديفيجن وهتكون العمليه قسمه. لو انا عملت مثلا كنترول اس حاولت تست الموضوع، نقول مثلا واحد ايكوال تو واحد، نعمل كالكيوليت هيجيب لك مشكله ان هي لها 60 نيره، هي ماشي في الزائد، بس انت لو حاولت تستخدم السبتراكت هتبتدي تدي لك صفر، المالتيبلاي هيدي لك واحد، الديفيجن واحد بالعدد هيدي لك واحد. المساله ماشيه بشكل كويس، يعني ايه مثلا 51 هتطرح منها مثلا واحد هيدي لك 50، ماشيه بشكل كويس، باستثناء ان عمليه الجمع راح بيعمل لك ادنج. وفي الادنج ديت انت محتاج بقى ايه، ايوه انت محتاج ميثود او فانكشن. جميل خلاص. في الجلوبال فانكشن عندي هنا فانكشن ممكن نكون ما اتكلمناش عنها قبل كده، اللي هي بتكون عباره عن بارس انت. البارس انت ديت الفانكشن ديت واحده من ضمن الفانكشنز اللي روعه في الجافا سكريبت ومن ضمن الجلوبال فانكشنز. كل قصتها انها بتعمل ايه يا جماعه؟ بتبارس السترينجز تو وبترجعها كانتجر، بتمرر القيم اللي جوه منها كانها انتجر مش كسترينجز تمام. على الرغم من ان احنا ايه، على الرغم ان احنا اساسا الفانكشن يعني الانبوت محددينه كانه من نوع نمبر، بس في مسافه ما بين نوع الانبوت وما بين جافا سكريبت والعمليات بتاعتها ما بين الاثنين. فواحده من ضمن التركيب ان انت بتستخدم الفانكشن دي تمام، استخدامها بيكون بسيط خالص. يعني انا ايه هحوطها اسمها البارس انت، هاخدها بكوبي واحطها على الانبوت بتاعي انا الانبوت الاولاني مثلا، وافتح البرنتسيس، وقبل ما اخلص اقفل البرنتسيس كده. انا حولت القيمه بتاعت الدوكيمنت ده كله الفاليو دي لمين؟ لانتجر تمام، لعدد سهل. نفس السيناريو هبتدي اعمله هناك كنترول في ان، وهلاقي انها هتقابلني مشكله ثانيه ان جربت البرنامج ده اكتر من مره فاهم تمام. فانا باجي معايا كده انتجرز، فانا كده حليت المشكله بتاعت مين؟ بتاعت جافا سكريبت. لو انا كتبت مثلا واحد واحد هيبتدي يجمع لي ويقول لي ده اثنين، لان انت ايه حولت القيم ديت على ان هي نمبر برضه يعني تمام، لمين؟ لانتجرات. الجانب الثاني لو كنت عندك مثلا قيمه زي واحد ونص وواحد ونص وبتجمع بتلاقيها اثنين، ما هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اجنور تماما لمين؟ بيعمل اجنور تماما للكسر العشري. فعشان كده انت لو بصيت على جلوبال فانكشنز بتوع جافا سكريبت بتلاقي ان احنا عدينا على نسبه كبيره منهم، بس في ناس في حاجات ما اخدناش. فالفانكشن اللي هتشتغل معاك بارس فلوت مش انت بقى تمام؟ فانت محتاج تغير الفانكشن ديت لفلوت، وهتلاقيها اشتغلت معاك لو انت غيرت مثلا كلمه انت ديت لفلوت. يا رب تكون صح، انا مش عارف صح او غلط. نبص عليها كده الاف كابيتال كالعاده، يعني ازاي نسيناها ديت تمام. خلينا نحط الاف كابيتال ونعمل باص فلوت كده، نعمل كنترول سي وكنترول في، نعمل كنترول اس ونشوف الفلوت بتاع البرنامج هيمشي ازاي. يعني ادي واحد ونص مع واحد ونص، نعمل اد تدي لك ثلاثه، فهي شغال معاك برضو. حتى على السبتراكشن هتلاقيه يطرح بيديك صفر، مالتبليكيشن واحد ونص، فالكسور شغاله معاك لانك ايه استخدمت البارس. ففي البارس ديت يا جماعه الفانكشن الثانيه اللي هي بتاعت بارس فلوت بتعمل ايه يا جماعه؟ بترسم الفلوتنج بوينت بقى، بتحول مش بس الانتجر عدد صحيح، لا بتحول لي لمين؟ لفلوت. ديت واحده من ضمن او ديت من الفانكشنز اللي بتشتغل على الماس. بس طبعا يعني جافا سكريبت فيها حاجات كتيره جدا جدا، فانت يعني وسط المحتوى ده كله بتحاول تختار
امور او بتحاول تغطي نسبه كبيره منها ما بين فانكشنز بتشتغل على السترينجز فانكشنز بتشتغل على الديت وفانكشنز بتشتغل على الماس وفانكشنز كتير امور مختلفه ما بين الاري والعمليات اللي عليها والاوبجكت والعمليات اللي عليها يعني امور مختلفه احنا بنحاول والله نغطي على قد ما نقدر وبرضه مش دايما بتحاول ترجع لل W3 سكولز بترجع لمكتبات MDN عشان تشوف المشكله فين وتحاول تحلها ازاي ده الفكره بتاعت البرنامج بتاعنا طبعا في افكار كتير ممكن تستخدم فيها الجافا سكريبت في انك تصمم الاله يا رب اكون فكرت الموضوع